حاليا مع مواليد برج الاسد طبعا بعلاقات الصداقه رائعه جدا، يعني انا اشجع مثل هكذا علاقه كصداقه ما بين مولد برج الحمل ومولد الاسد. اما كزواج فهو ايضا جيد، لكن يحتاج الى تخفيف من حده الانانيه من الطرف. فاذا الاسد الامراه الاسد ايضا انانيه تكون، لكن بشكل عام هي علاقه اقدر اسميها فوق الجيده.